داليا الحايك فراشي جنوبية كلها حيوية نشيطة وقوية، بتحلق بأحلامها الوردية وتتوق في المستقبل إلى النجومية لأن بدها تصير صحفية، ومن قلب الظروف الاجتماعية خلقت حالة إيجابية ظهرت فيها إرادة المرأة وقدرة الصبية اللبنانية اللي بتعرف توقف على إجريها وتثبت حالها بالمجتمع مهما قسيت عليها الظروف. مين داليا الحايك اللي شكلت زهرة حكي عنها كتير ووصل صداها إلى العالم العربي وأبعد من العالم العربي وطبقت القول بالفعل افتخري أنت لبنانية.